ظواهر غريبة بدأت بالانتشار بعد إعصار ميلتون، كما نرى تماسيح بدأت تتجول في المنازل، والمنظمات الإنسانية هناك تحذر من انتشار الثعابين والدبابير. ولكن الأغرب من ذلك، حذرت السلطات من انتشار بكتيريا آكلة للحوم. اليوم أيها الأحبة سنتحدث عن الآثار الكارثية لهذا الإعصار المدمر، إعصار ميلتون. حتى يتبين لهم أنه الحق. السلام عليكم ورحمة الله أحبتي في الله. والله لو نظرنا إلى هذه الصور، مأساة حقيقية تعيشها هذه المناطق بسبب إعصار ميلتون الذي ضربها لمدة 24 ساعة. انظروا ماذا فعل، انظروا إلى حجم الدمار، حجم الكارثة. مناطق بأكملها غرقت، منازل غمرت بالكامل وغرقت، حيوانات غير مألوفة بدأت تظهر، أشياء كثيرة جدا تعاني منها هذه البلد بعد مجرد إعصار مدته 24 ساعة. فما هي القصة ولماذا انتشرت هذه الحيوانات؟ طبعا كما تعلمون إعصار ميلتون إعصار شديد جدا، صنف على أنه من الدرجة الخامسة، حيث بلغت سرعة الرياح أكثر من 250 كيلومتر في الساعة. تصور معي قوة هذه العاصفة، وانظر معي إلى قوة الرياح وكيف أنها تنزع أسقف البيوت، كيف أنها دمرت المنازل، كيف أنها سببت الكثير من الفيضانات. أيضا من الأشياء الغريبة أن هذا الإعصار خرب أعشاش الدبابير هناك، فبدأت تغزو هذه المنطقة. ولكن الأغرب من ذلك ظهور تماسيح كما نرى أمامنا. تماسيح، يعني تخيل إنسان يرجع إلى منزله يجد تمساحا هناك في المنزل، أو يجد تمساحا في حديقة البيت. فهذه ظاهرة غريبة جدا حقيقة، يمكن أن نسميها فوضى عارمة في هذا البلد. حتى إن الصحف الأمريكية تسمي هذا الحدث أو هذا الإعصار بأنه حدث توراتي أو عقوبة توراتية، مثل التي وردت في العهد القديم، حيث كان الله يدمر مدنا بأكملها من شدة ما رأوا من الدمار والهلاك والعنف والرعب والخوف الذي عاشه هؤلاء الناس طيلة الفترة الماضية. ولكن هناك بكتيريا آكلة للحوم بدأت تنتشر، هذه البكتيريا تعيش في المياه الدافئة، وبالتالي بسبب الطوفان الذي حدث والإعصار الذي حدث انتقلت كميات كبيرة من هذه البكتيريا بين الناس وتتكاثر بسرعة، وبالتالي فإنها تغزو الجروح في الجلد ويمكن أن تسبب عدوى خطيرة. فلذلك يحذرون من مثل هذه البكتيريا. سبحان الله، كثير من الناس أبلغوا عن رؤيتهم لثعابين في منازلهم أو في الشوارع أو في الحديقة، حديقة المنزل. ثعابين بدأت تنتشر بسبب أن هذا الإعصار دمر أوكار هذه الثعابين، فبدأت تبحث عن مساكن جديدة. كذلك الدبابير، هناك أعشاش للدبابير ومستعمرات لهذه الدبابير الصفراء، دمرها أيضا هذا الإعصار سبحان الله، فبدأت تغزو المنازل وبدأت تسبب مشاكل كثيرة للناس هناك. إعصار مدته مثلا 24 ساعة، وقبله إعصار هيلين الذي استمر أيضا يوم أو أكثر، فعل شيء غريب بهؤلاء الناس، أنه أفقدهم الرغبة في الحياة. وأمام هذا الخبر أيها الأحبة لابد أن أتوقف وأقارن بين حال هؤلاء الذين طبعا تعرضوا لمشكلة بسيطة بالنسبة لهم، لأن هناك شركات تأمين مسؤولة، وهناك إمكانيات ضخمة، وهناك وسائل يعني متطورة لرعاية الناس نفسيا وجسديا وعاطفيا. على الرغم من ذلك
يأسوا، فقارن هذه الصورة بصورة أخرى ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن الإنسان يفقد بيته، يفقد أرضه، يفقد أحباءه. على الرغم من ذلك تسأله يقول الحمد لله، تجده صابرا محتسما قويا. وهذا الذي يستغربونه في الغرب، يستغربون ما هذه القوة، من أين جاءوا بهذه القوة؟ إنها قوة تعاليم الإسلام أيها الأحبة. طبعا حتى الآن أيها الأحبة لم يتم حساب الخسائر بشكل دقيق. بعض المواقع قدرت الخسائر بخمسين مليار أو مئة مليار أو حتى 175 مليار، ولكن المهم هذه التقديرات كلها تتحدث عن عشرات المليارات من الدولارات خلال أيام معدودة. تصوروا الظواهر الطبيعية ماذا تفعل بك أيها الإنسان، كم أنت ضعيف أمام قدرة الملك سبحانه وتعالى. فإعصار واحد وهو عبارة عن ذرات هواء، الهواء الذي نتنفسه الذي هو ضروري لحياتنا، يمكن أن يكون سببا في التدمير وفي الخراب وفي الدمار وفي العقوبة. لذلك أيها الأحبة دائما ينبغي أن ننظر إلى هذه الظواهر أو الأحداث من منظار العبرة، نأخذ العبرة ونحمد الله سبحانه وتعالى أنه أكرمنا بنعمة الإسلام. تصور أن الإنسان الملحد الذي فقد الأمل من كل شيء، طبعا طبيعي الملحد فاقد للأمل، لأنه بماذا يأمل بعد الموت؟ هو في عقيدته أنه سيتحول إلى تراب حسب نظرية التطور، وليس هناك إله أو عقاب أو حساب، وليس هناك جنة أو نار ولا مكافأة، وليس هناك من يأخذ حقك يوم القيامة، وليس هناك إله يرحمك. فإذا تجد حياة الملحد يائسة كئيبة خالية من الأمل، فلا يجد أمامه سوى الإقدام أو محاولة الانتحار سبحان الله. بينما الإنسان المؤمن الذي يثق بوعد الله ويثق بيوم الدين، مالك يوم الدين، كل يوم نقولها على الأقل 17 مرة مالك يوم الدين في الركعات المفروضة في اليوم والليلة. ففي داخلنا في أعماقنا أيها الأحبة نعمة عظيمة هي نعمة الإسلام، أننا كلنا سنقف بين يدي الله سبحانه وتعالى في يوم شديد جدا العدل الإلهي يتجلى فيه، وكل واحد سيأخذ حقه بالكامل. هذا ما يعطينا الإطمئنان ويعطينا الصبر مهما كان حجم البلاء من حولنا. طبعا أيها الأحبة هذه الصور صور ما بعد الإعصار، الدمار الشديد، يعني تذكرنا بقول الله تبارك وتعالى الذي قال: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. سبحان الله، تجد هذه الزخرفة والزينة والمليارات تجدها تتبخر وتدمر بين ليلة وضحاها كأن لم تغن بالأمس. وأخيرا أحبتي في الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوفانا على الإيمان وأن ينفعنا بهذه الحقائق العلمية، وأن نأخذ منها العبرة ألا نتكبر، وأن نرجع إلى الله. اعلم أخي الحبيب، الموت أقرب إليك من نفسك، والله سبحانه وتعالى أقرب إليك من نفسك، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، والحساب قريب جدا والعقاب قريب. لذلك ارجع إلى الله سبحانه وتعالى، أصلح علاقتك مع الله ومع الناس، وابدأ منذ هذه اللحظة بالاستعداد للقاء الله عز وجل الذي قال: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
حتى يتبين لهم أنه الحق.